أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ولا تكونوا مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة
بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقه بعض الذي عملوا لعله يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقه بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا
إنه لا يحب الكافرين ومن ولتجري الفلك بأمري ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقم علينا نصر المؤمنين فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض
ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالته إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير قوة ثم جعل من بعد قوة
يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم من ضعف ثم